جاز هذا التطلع المستقبلي وبإمكانات محدودة جدا. والعمل اليوم مستمر بتنسيق كامل مع الفيفا، ولكن شرط لا محيد عنه منذ إن شاء الله انطلاق ومع انطلاق البطولة في السنة المقبلة. أولا اللقاء اليوم مع بين أسرة كرة القدم، يعني مسيرين ومدربين مع اللجنة المركزية للتحكيم ولجنة التحكيم والسادة الحكام والسيدات بطبيعة الحال، وللتواصل والنقاش كما قلت الهادئ والصريح بمعطيات مدققة عن كل ما وقع خلال الشطر الأول من البطولة بإيجابياته وهي متعددة، ولكن بسلبياته أيضا وهي متعددة أيضا. وكل هذا كيهدف إلى خلق الفضاء المناسب لتجاوز هذه التعثرات والرقي بالتحكيم المغربي في إطار تطوير منظومة الكرة القدم بشكل عام، واللي كنعتقد بأن منظومة أو جهاز التحكيم يشكل إحدى دعائمها الأساسية. أنا كنعتقد بأنه الفار اليوم في كرة القدم، وانتم كتبعوا النقاشات اللي كتدير الفيفا مع كل الاتحادات الوطنية سواء في مراكش أو منذ البارحة في إسطنبول، فاليوم الفار أو إدخال تقنية الفار ليس خيارا بل أصبح ضروريا. يعني وكأننا نناقش واش غادي نطبقوا واحد القانون ولا واحد المعطى معين في كرة القدم. هو عنده متطلبات لأنه كان حضور أكبر للحكام، ولكن إيجابياته بطبيعة الحال غيعطي الفرصة لأكبر عدد من الحكام للممارسة ويختح فضاءات مهمة. ثم التقنيات نتاع التصوير، أعتقد بأن البطولة الوطنية اليوم بالمجهودات المسترسلة التي بذلتها إذاعة التلفزة المغربية